اكو جوله ثالثه هسه لو لا؟ اكو جوله ثالثه. شو وقت هي؟ راح تذهبون بدون توافقهم يعني؟ بدون اكيد بدون توافقهم راح تروحون؟ راح يكون الحسم الى مجلس النواب. اها يعني اكو قرار متخذ بهذه الطريقه كاغلبيه؟ الاغلبيه متفقه. هو القانون فوق القرار. القانون يفوز الشكل. لا حسب القانون الداخلي. القانون صار له 8 شهور. النظام الداخلي بقوه القانون. سياده النائب القانون صار له 8 شهور. احنا كذلك بلغنا الاخوان مركون، بلغنا الفريقين ان احنا ما يمكن ان نبقى على هذا المعدل على هذا الحال فتره طويله. طبعا السيد مسعود البرزاني قال لهم بلغهم انه بعد ما نعقد جلسه الا اذا تتفقون، لكن في حاله اتفاقهم احنا ما راح نقل الوضع هكذا. بس اليوم عقدت الجلسه. لا قال لهم ما نعقد جلسه لانتخاب رئيس مجلس. اها قال ما نعقد جلسه لانتخاب رئيس مجلس او الا ان تتفقوا. الا ان تتفقون زين. لكن هم الان بلغونا برسائل متعدده انه اخوان ترى ما جانا نتفق ولا يمكن ان نتفق. صار اجتماع اداره الدوله وحضروا الفريقين ايضا، حضروا الفريقين قدام كل اداره الدوله انا موجود كنت. قالوا احنا هاي المساله اتفاق ما يمكن ان يحصل. ما يمكن ان يحصل لانه وصلنا الى قناعه انه احنا ما يمكن ان نتفق. وصلنا الى قناعه الاخوه في تقدم متمسكين بقضيه فتح النظام الداخلي وترشيح مره اخرى. النظام الداخلي لا يسمح بذلك. الفريق الاخر اللي هم عزم وسياده يقول احنا ما نوافق على مخالفه النظام الداخلي زين، ولا نوافق. واذا صار فتح نظام داخلي معناه صار ميول الى الطرف المنافس. احنا قلنا ما لا نزعل تقدم ولا نزعلكم، احسن شيء نحتكم الى النظام الداخلي. فهذا مو فرض. حددت الان جلسه انه يذهبون الفضاء الوطني وخلي انتم برلمانيين. بالضبط انتم برلمانيين وطرحوهم وخلي يروحون اثنينهم، يا اللي يفوز خلي يفوز، خلي يجمع اصوات خلي يفوز. هذا اللي راح يحصل. هذا اللي راح يحصل. هذا صار بقرار حدد موعد جلسه لو بعد موعد جلسه ما حدد، بس في قرار نعم موجود.